وينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، يعني كيف تابعت مستوى التجهيزات الداخلية وما استمعنا إليه من شرح تفصيلي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب افتتاح محطة عدلي منصورة التبادلية اليوم؟ هو في البداية طبعا لازم نهني الشعب المصري على هذا الإنجاز العظيم اللي تم النهاردة على الأرض، اللي هو افتتاح محطة عدلي منصور التبادلية. طبعا احنا شايفين الإنجازات والتجهيزات اللي داخل المحطة دي، هي المحطة هي الأكبر في الشرق الأوسط والأكبر في أفريقيا، واحنا دلوقتي في مصر دلوقتي اصبحنا نضاهي دول كبرى على مستوى العالم كله في مجال النقل، وفي النقل الجماعي، وفي مجال الطرق، وكل ما هو خاص بوسائل المواصلات للمواطن المصري لتسهيل حركه النقل وتسهيل حركه الانتقال بين المناطق بعضها وبعض، وان يبقى في منطقه او محطه تبادليه. دي شيء مهم جدا، لان كان للاسف الشديد كان هناك تباعد بين واحد يركب مترو وينزل ياخد بعد كده مواصله تانية او خلافه، كان بيبقى في مسافات، انما محطه واحده تبادليه ويتم فيها وسائل النقل دي كلها، اعتقد ان دي اضافه كبيره للدوله المصريه، وده بناء على التخطيط الاستراتيجي السليم اللي تم وضعه في عام 2014 للاهتمام بوسائل النقل، الاهتمام بالربط بين المحطات بعضها ببعض، الاهتمام ايضا بتوفير وسائل مريحة للمواطن ووسائل آدمية، يهتم الدولة بتهتم بالمواطن المصري، بتهتم براحته في هذا الوقت، وأيضا بتهتم بأنها بتفتح مجالات عديدة للاستثمار داخل الدولة المصرية، وأهم شيء لجذب الاستثمارات هي وسائل النقل والطرق الأمنية. نعم أستاذ جميل، يعني بالنظر إلى هذا المشروع كغيره من المشروعات القومية الكبرى، لابد من متابعة معدل تنفيذه والنظر إليه يعني كثير من التحليل. هذا المشروع نفذ في 10 أشهر بشركات مصرية، التعاون كان مع الجانب الصيني فيما يتعلق بتدريب العنصر البشري فيما يتعلق بالواردات. هذه الزوايا لهذا المشروع دلالتها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي ايضا. بالطبع على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، احنا شايفين ان الدوله المصريه المشروعات اللي بتتم فيها دي مش ممكن اي دوله قادر يعني عندها قوه في العالم انها تنفذ كل هذه المشروعات على الارض في نفس التوقيت وفي مده زمنيه بسيطه جدا، بنتكلم في 10 شهور، بنتكلم في شبكات سكك حديد، المترو، كل ده يعني في 10 شهور وانجازات عظيمه جدا بتتم على الارض. زي ما بقول لحضرتك، ده دليل على القوه والقدره الاقتصاديه المصريه، دليل ايضا على القرار السياسي الواضح، دليل ايضا على قدره العماله المصريه، لانها بايدي مصريه انها تقدر تستوعب الفكر والتكنولوجيا العاليه في الانشاء. كل ده في إطار أن الدولة المصرية انطلقت بالفعل خلال 8 سنوات اللي احنا شفناهم من 2014 حتى وقتنا هذا، الدولة المصرية اختلفت تماما على كل المستويات وعلى كافة الأوجه، ده بناء على الاستراتيجية الواضحة والفكر التخطيط الاستراتيجي اللي تم وضعه داخل الدولة المصرية. نعم، يعني هذا الفكر الاستراتيجي لأي مدى ترى أنه يعني ساهم أيضا من خلال هذا المشروع في استيعاب الاحتياجات السكانية المتوقعة خاصة مع التوسعات العمرانية في المدن الجديدة؟ هو بالفعل في التوسعات العمرانية والمدن الجديدة بتتطلب أن يبقى في وسائل مواصلات آمنة وسريعة للوصول إليها، وهو ده اللي احنا شفناه خلال الفترة الماضية في العديد من المدن الجديدة، في العاصمة الإدارية الجديدة، الدولة اتسعت بشكل كبير وبعدت عن الشريط اللي هو 7% من مساحة الدولة اللي هي كان الوادي على حدود نهر النيل، لكن الدولة اتسعت، فلما اتسعت الدولة بدأت ان هناك يجب ان يكون هناك وسائل مواصلات آمنة وقادرة على استيعاب كم المواطنين اللي انتقلوا إلى
كالاماكن، وده من ضمن برضه الفكر الاستراتيجي، ان يبقى فيه وسائل مواصلات قادره انها توصل في كل مكان، تستوعب كل المواطنين وكل سكان تلك المناطق قريبه للاعمال. نعم. بالنسبه للعصر. نعم. استاذ جميل، يعني وصلت قدرت ان هي توصل دوله توصلها للعاصمه الاداريه لنقل الموظفين ونقل السكان ونقل العمل، كل ده في اطار الفكر اللي موجود زي ما قلت لحضرتك. نقطة أخرى يعني كانت لافتة في هذا الصرح الذي شهدناه، وهو مراعاة احتياجات القادرون باختلاف بجميع المحطات. هذا أمر أيضا لافت في هذا المشروع، ويعني يترجم ما تفضلت بذكره أننا أمام مشروع يلبي احتياجات جميع المواطنين ويعمل على خدمتهم وراحتهم في نفس الوقت. هو بالطبع ده شيء مهم جدا، ان الدوله دلوقتي زي ما بقول لحضرتك هي دوله تهتم بالمواطن، تهتم بكل كبيره وصغيره، لهذا السبب ان القادرون باختلاف ليهم تم الاهتمام بيهم في هذه المحطه وفي وسائل المواصلات الحديثه اللي انشئت داخل الدوله، لان هم ليهم حقوق وحقوقهم دي يجب ان ياخذوها. واحنا شايفين ان خلال السنوات الاخيره ان هناك اهتمام كبير من القياده السياسيه بالقادرون باختلاف وتوفير كل وسائل الراحه والامان لهم، وتوفير ايضا فرص عمل لهم، وتوفير كل الوسائل اللي تجعلهم يشعرون انهم مواطنون حقيقيون لهم حقوقهم، حقوقهم موجوده داخل الدوله. ده اهتمام، وزي ما احنا بنشوف كل سنه الرئيس بيحتفل قادرون باختلاف وبيسعى الى توفير كل شيء يوصل لهم الامان ويوصل لهم الراحه. اشكرك جزيلا الاستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريده الاهرام.